يعني يسعدني ان يكون ختام الحلقة مسك اصلي. يعني مش عارف اقدمه لكم ازاي. هو شاعر جميل وكاتب جميل وسيناريست جميل ومشاغب جميل ومهموم جميل. عمر طاهر، ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا استاذ عمر؟ مبروك مرتين، مبروك على الرجوع، ربنا يخليك، ومبروك ان حضرتك راجع بحاجه من الحاجات اللي ناقصانا، يعني راجع بحاجه من الحاجات اللي ناقصه الناس. دي شهاده اعتز بيها، ربنا يخليك. ناقصنا حد يتكلم عن البني ادمين، ناقصنا حد يخش جوانا ويقرانا. انت بتعمل دوت بمهاره فائقه. شكرك. وانا الحقيقه رغم ان انا كان نفسي اعمل الفكره بتاعتك دي، لكن اول ما قريت الكتاب حسيت ان انا ما كنتش هعمل حاجه خالص، كنت هعمل حاجه وحشه جدا. لا العفو. كتاب قد كده سلس وقد كده موجز وموجز وفي نفس الوقت فيه تقريبا كل حاجه، رغم قله المعلومات. انا عارف صناعيه مصر للاسف. أيوه. المعلومات كانت دي لكن انا قريته في، يعني هي كانت ليله ما قدرتش اسيبه. أيوه. من الجمال ومن الاحساس، يعني من الاحساس اللي انت التفاصيل الصغيره. يعني انا سعيد ان حضرتك. انا بحب الصعايده. الصعايده جدعان قوي. والله وطيبين والله قوي. قوي، وطلع منهم نماذج رائعه. ويعني انت صحيح. تعتبر اخر عنود الصعايده. صحيح. عمر طاهر. صحيح. اشكرك استاذ. تحكي لي عن اختيارك لفكره صناعيه مصر. وموافقني او ارفض انه الناس اليومين دول كتير كل الناس ما تشتم في الشعب، الشعب تعبان، الشعب ده جاهل، الشعب مش عارف ايه، كانت حاجات ما اقدرش اقولها. ايوه. هو صناعيه مصر والله جت ما جتش من منطقه الشغل خالص، يعني جت بالنسبه لي من منطقه يعني شغف ومحبه وفضول. يعني انا بعتبر نفسي منتج صنع في مصر، وطول الوقت كنت بدور على مين اللي ساهم في صناعه هذا المنتج. مين اللي ساعدني في ان هو يربي ذوقي في الغنى، في الشعر، ثقافتي حتى في الاكل، ثقافتي في الريحه، ثقافتي في الاجازات اللي باخدها، الانتصارات، الافراح، كل الحاجات دي تفاصيل هي اللي عملتني. وطول الوقت بدور على مين اللي وراها. يعني فكان ده اللي حركتني. كنت بدات في الاول خالص انه طول الوقت بشوف اسم انيس عبيد كرائد للترجمه السينمائيه في مصر، والشخص اللي دخل الترجمه السينمائيه في مصر. بعد شويه وقت بقى اسم انيس عبيد مرادف للسخريه، يعني الترجمه على طريقه انيس عبيد. يعني وعرف ان هو شخص مهم وطالع متربي على اسمه وما اعرفش عنه اي حاجه. فبدات من هنا، بدات بدور على مين انيس عبيد وكان ايه مشواره وعمل ايه لحد ما بقى تيمه او ايقونه او صنايعي اللي فتح لنا باب الفرجه. صحيح. على السينما الخارجي. فكان ده الباب. فلقيت الباب عمال يجيب حاجات ورا بعضها. مين الابله نظيره؟ مين الشبراويشي؟ مين اللي عمل الشوكولاته؟ مين ازاز ياسين؟ حتى انتصارات اكتوبر طول الوقت الواحد كان ده، يعني اول مره وواحد هو صغير يعرف ان ده يوم اجازه، لان هو يوم عظيم في حياته طبعا. وكان متربي على اسامي بعينها طول الوقت بتتقال في حرب اكتوبر، وفي كل المذكرات يتقال كده سطر واحد: وتقدم ضابط شاب بفكره لتحطيم خط برليف بخراطيم المياه. طب يا جماعه، هو هيفضل طول عمره ضابط الشاب؟ يعني مش هنعرف هو مين. فكان شغف وفضول الحقيقه، يعني ان الواحد يعرف ويعرف الناس دي ويديها حقها ويحط تاريخها ومشاهد من حياتها على الورق بقدر الامكان. يعني طب قول لي بقى رد الفعل، يعني رد الفعل حسيت انت عملت ايه بعد ما طلع الكتاب؟ وكان رد الفعل الجميل ده اللي يعني كلنا انبسطنا بيه. والله انا طبعا انا يعني اتضح ان ده مش هم شخصي. بالظبط. واكتشفت انه الناس كلها عندها نفس الشغف وعندها نفس الفضول اللي كان عندي انا بالظبط كواحد، يعني كمواطن. لقيته موجود عند ناس كتير جدا، وده اللي خلى الكتاب اتحرك ونجح. حتى الماده بتاعت الكتاب دلوقتي بقت في الكلور، يعني الماده اتاخدت من الكتاب وبتلف في المواقع وفي الفيسبوك وفي كل حته من غير صاحب، يعني وكان مفيش حد تعب فيها وجمع الماده ولف ودور. فانا ده بيسعدني احيانا ويضايقني احيانا. بس بيسعدني انه ده فضول الناس، الناس عايزه تعرف وعايزه تقرا وعايزه تفهم الحقائق. فدي كانت مفاجاه. الحاجه الثانيه الاحلى كانت طول الوقت انه الناس اللي من ريحه الصناعيه دول، الاحفاد، القرايب، الجيران، الاصدقاء اللي كانوا معاهم. انا شفت في التوقيع الكتاب، انا كنت يعني حاضر، فشفت ناس قرايب، ناس بيجوا يتكلموا. أيوه. مبسوطين جدا. دي بالنسبه لي كانت حاجه عظيمه، انه ممكن يكون في شاب عارف ان جده شخص عظيم
لكن مفيش عنه سطرين في اي حاجه في اي حته في مصر، لا في كتاب ولا في مركز وثائق ولا في ارشيف. فلما اشوف فصل في كتاب عن جده بيديله قيمته، انا شفت الفرحه دي في عيون الناس دي، كانت بالنسبه لي حاجه عظيمه يعني. هل الكتاب ده نوعيه من الكتابه غيرت فكرك في انك انت تعمل حاجات مش بس الجزء الثاني والثالث؟ أيوة. انما لانه الناس دايما يقولوا الناس مش عايزه تقرا، الناس مش عايزه تعرف، الناس ايوه. لكن دي بالنسبه للكاتب لما يلاقي ناس كتير على مختلف نوعياتها انتبهت والكتاب حقق اللي هو يمكن يكون ما فكرش فيه. ايوه. فده ممكن يكون لعب في مخك شويه. اه طبعا كتير، كل خطوه في عالم الكتابه رد الفعل بيغير حسابات الواحد. انا عايز اعرف بقى ايه اللي فصناعيه مصر نجاحه خلى الواحد يكتشف انه الناس مهتمه اكتر بالحاجه اللي من لحم ودم، يعني التاريخ، البني ادمين، التجارب الانسانيه، الحاجات اللي تخصهم هم كمصريين او كناس موجودين معانا في نفس البلد وفي نفس المنطقه وفي نفس التفاصيل والذكريات والحاجات المشتركه. ففكره ان الواحد يبقى موجود وجزء من شغله وكتاباته انه عامل حساب انه الناس تتونس بيك، الناس تبقى تلاقي عندك اللي هي مش عارفه تلاقيه في حته، ان الناس تعرف اللي نفسها تعرفه، مش 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 لاقيه له مدخل. انك تعمل حساب الناس دي حاجه انا اتعلمتها بعد صناعيه مصر، تعمل حساب الناس وانت بتشتغل. الواحد كان قبل كده بيقعد يفن، انا هقعد اكتب انت وهقعد الف. تعبير عندي تعبير لطيف عمر يقول لك انا بكتب والف وبعدين كل كتابه بتلاقي لها زبونها. ايوه ايه دعوه انا. وده تعبير اول مره اسمعه عن أيوة كاتب الحقيقه. فانا اقعد احلق مع نفسي واكتب، لكن بعد صناعيه مصر الواحد حاسس انه لا، انت مطلوب طول الوقت انك تعمل حساب اكتر للناس وانت بتشتغل. هو الحقيقه عشان احنا اكل حلقتنا عن اكل العيش مر، عايزك تكلمني وانت كنت دعبست كده في حياه الصناعيه الكبار. ايوه. ايه علاقه الصناعيه الكبار كانت وقتها بالصناعيه الصغار اللي هم عملوا المصنع واللي هم اشتغلوا في المصنع؟ والله في نماذج عظيمه في الموضوع ده. يعني مثلا حد زي الخواجه تومي خريستو، تومي خريستو ده اللي عمل مصنع كورونا، او ده اللي اكل مصر الشوكولاته. الشوكولاته ده اللي دخل مصر الشوكولاته. الراجل ده عملت جو لكورونا ايه؟ كنت بخش اشتري شوكولاته كل حين ومين، اشتري كورونا في منها صغير كده. ايوه صحيح. فبشتري حجم صغير لوحيده، الحجم العالي باخدنا. رغم ان هي كانت مغامره موضوع كورونا ده، مش عايز يعني اخرج على الموضوع، بس الوصول لداتا كان 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 صعب يعني، لانه مفيش اي سطرين عن تومي خريستو ده خالص. لحد ما انا اضطريت ان انا اكلم المصنع نفسه، وانا عارف انا بكلم مصنع تاني غير اللي انا بدور عليه. يعني مصنع لا تامم وتخصخص وكل حاجه. فلقيت بالصدفه الاستاذ احمد النادري كمدير تسويق، وكنت بكلمه في اول يوم شغل، وقلت له على انا بحلم بيه، والراجل الحقيقه ساعدني. ودخلنا فتحنا يعني كواليس المصنع وداتا والافريقيا. وبعد كده المصنع طلبوا منه ان هو يروح في برنامج من البرامج يتكلموا عن كورونا، كانوا عايزين انا اروح اتكلم عن كورونا بما انك انت عارف. فهو تيمو خريستو ده مثلا كان شايف انه سعاده العمال اللي بيعملوا الشوكولاته تتوقف عليها جوده الشوكولاته، ان لازم الشخص اللي بيعجن الشوكولاته ده يكون شخص سعيد، والا الشوكولاته نفسها هتطلع حاجه بايظه. فعمل مصنع شوكولاته، وعمل في نفس الوقت سينما ريالتو وسينما ستراند، هو اللي بناهم، وكانت مكافاه العمال في كل اخر الاسبوع تذاكر ليه هو ولعيلته عشان يروح يتفرج على افلام ويتبسط ويرجع يشتغل وهو سعيد. تفاصيل من النوع ده. في غزل المحله مثلا كنت بسمع في مره كابتن حسن شحاته كان بيحكي انه سنه 78 لما كان في معسكر للمنتخب وبيلعب في تصفيات كاس العالم، اتعمل لهم معسكر فين؟ يعني منتخبنا دلوقتي معمول له معسكر في سويسرا. المنتخب ده اتعمل له معسكر فين؟ اتعمل له معسكر في مصنع غزل المحله. في المصنع. في المصنع، علشان العنابر بتاعه العمال واماكن اقامه العمال هناك ينفع يروح منتخب يعيش فيها. يا سلام. ويتدرب ويتبسط. حمزه الشبراويشي كان حريص برضه طول الوقت على دعم التجارب البيزنس الصغيره اللي العمال اللي عنده، بيزقهم يعني انك تتحرك ويعمل بيزنس، لدرجه ان هو مات، وهو مات وهو بره مصر وما رجعش مصر عشان ظروف التاميم والحراسه. فلما مات رجع صلاه الجنازه كانت في التحرير، العمال بتوع مصنع الشبرويشي كلهم خدوه مشي بالعند في الحكومه اللي أممته، خدوه مشي من التحرير لحد المدافن ماشي بالنعش شايلينه. فطول الوقت الناس، ياسين بتاع الازاز، ياسين بتاع المصنع الازاز طبعا عمل حياه تانية جوه المصنع
فيها مسرح وفيها حياة اجتماعية، حياة اجتماعية لعماله وموظفينه، مسرح وفرقة مسرحية، حمام سباحة كبير، مسابقات، فرقة رياضية، بعثات لألمانيا، دخل شريك في إنتاج فيلم سينما عشان تيجي السينما تصور العمال وتصور الناس فيشوفوا نفسهم في فيلم على الشاشة فيتبسطوا. فطول الوقت الناس دي كانت موقنة تماما ان هي بتتحرك بالناس، محدش بيتحرك لوحده ومحدش عنده حلم يخصه هو، لا هو عنده حلم بانه في مشروع هيكبر وهينجح وهيبقى هو البطل. وعشان كده كل الناس اللي في صناعية مصر اللي هم قدموه هو البطل، مش هم شخصيا، المنتج نفسه هو المنتج البطل. مع الفكرة احترام الايد العاملة، يعني هو اخبارها ايه الوقت يا استاذ عمر؟ والله انا متابع حضرتك من اول حلقة، وحضرتك بتتكلم على ان اكل العيش مر، والمرارة جاية من حتتين عندنا في مصر تحديدا، يعني جاية الحتة الاولانية جاية من انه الواحد احيانا بيبقى مضطر يجي على نفسه علشان اكل عيش، يجي على صحته، يجي على استقراره، يجي على نفسه، يجي على كرامته، يجي على كرامته، يجي علشان الدنيا تمشي. الجزء الثاني في مرار اكل العيش في مصر انه ما حدش بيشتغل في نفس بنفس في مصر، ما حدش شايف شغله بشكل مرضي. وانا شغلي مش بشتغل بنفسي، انا بشتغل مع ناس تانية، فلما ابقى انا حياتي مرتبطه بناس مش شايفه شغلها فده بيأثر عليا. ففكره انه كله بيشتغل او الغالب على الشغل في مصر الشغل بظهر الايد وبنص نفس، طب ده هو من على الوش، هو ده هو المشكله في اللي بيشتغل ولا المشكله في ايه؟ يعني هو ما انا بقول لحضرتك الشغل بظهر الايد وبنص نفس ده نتيجه انه يعني لسه غالب علينا برضه حاله في صخره في الموضوع، يعني مفيش تقدير للصنايعي، مفيش تقدير للعامل. يعني تخيل حضرتك مثلا لما عملت كتاب صناعيه مصر في ناس اعترضت انك انت ازاي تسمي الناس الكبيره دي صناعيه، شايفين ان كلمه صناعيه مرتبه اقل، فتقول لا ده انا سميت الناس دي صناعيه علشان كلمه الصنايعي دي مرتبه عظيمه جدا، فانا شايف انه ياسين بتاع الازاز وشايف النبوي المهندس وشايف انيس عبيد دول صناعيه، فانا الكلمه بالنسبه لي كانت تقدير للصناعيه. فعندنا نظرة لسه للصناعية برضو ان هو درجة اقل. اهلنا مهن عظيمة، مهن مهمة. اه طبعا. يعني بنتعامل معها بطريقة يعني. لا مفيش يعني ما حد يعني اغلب الناس اللي بتشتغل في مصر او نسبة كبيرة يعني برضو ظهرها في الهواء، يعني مش متأمنة، مفيش تخديم عليها، مفيش تخديم على فكرة انك حتى ما هو التأمين الصناعي ده جزء منه انك انت تعلمه وتكبره. وتدربه وتديله تعلم ولاده وتديله حقه وتطمنه وتفتح نفسه ويعني طول الوقت تقول لك اصل ده تقفيل مصري، يعني وان التاتش المصري في التقفيل مش يعني في حاجه قليله. فانا شايف انه التقفيل المصري، لا التقفيل المصري علشان انت برضو ضغط عليه، انت مش مديله براح للشغل، يعني في ابداع وفي استقرار. انت عملت مصري اصلي، كان بالزبط. حاجة مهمة جدا وجميلة جدا، فهي جزء منها، ده جزء منها. انت يعني نظرتك برضو للمهن فيها طبقية شوية، وهي دي بقى نظرة المجتمع ولا في فكرة انك انت بتعلي قيم معينة بتنقص من الناس ولا ايه؟ لا هو الموضوع يعني طول الوقت شايف انه معجزة كل الدول العظيمة معجزتها الحقيقية في البشر، في الناس هما اللي بيعملوا العظمه دي. البشر وتحطهم جوه نظام، كل معجزات اللي في العالم في سيستم، كل معجزات العالم بشر جوه نظام. المصري بيطلع بره بيتحط في السيستم، في السيستم بيكسر الدنيا. سيستم يعني يعني زي ما قال نظام، يعني في نظام هو بالظبط. فانت لما تطلع بتحطه جوه سيستم بيدور كترس في المكنه دي وبيكسر الدنيا، من لعيبه الكوره لعلماء الفضاء يعني مصريين من عندنا. فيعني عشان انت طلعت حطيته في السيستم. في مره كان في حد بيقول لي ان مصر محتاجه انك تيجي تحط في كل مكان خبير اجنبي علشان يمشي الدنيا، فقلت له لا مش حقيقي على فكره، انه الخبير الاجنبي هيجي هيلاقي فيه قوانين وفيه سيستم ضد ان هو يشتغل زي ما هو عايز. فهو المشكله مش في الاشخاص، المشكله انك انت ازاي تبقى عامل طريقه او نظام يخلي الناس بتتحرك
ابقى انا عارف وانا بتحرك في مصر اتحرك ازاي، اروح فين، وازاي يبقى انا عندي حقوقي عارفها وواجباتي عارفها، مواعيد شغلي عارفها، ضماناتي، التأميناتي، كل التفاصيل تخليني اقعد اشتغل وانا مستريح. لكن انا بشتغل بظهر ايدي ليه طول الوقت؟ علشان انا قلقان. يعني انا واقف، حتى لو انا واقف في محطه البنزين بمون، انا عيني زايغه، تبص على العامل تلاقي عينه زايغه مش مركز، لان هو مش عارف، هو مشغول ان هو هيروح ازاي النهارده، يعني النهارده هياخد ايه، ولا هيحاسبوه ازاي، ولا هياخد من البقشيش، مفيش سيستم واضح. فقاعد يمون العربيه وهو قلقان. فقيس حضرتك على ده، في كل مكان في حد مش مستقر فمش مطلع كل اللي عنده. طب وانت بقى كصنايعي انا فاكر ليش عمر طاهر شخصيا بقى انت بقى كصنايعي شاهد الناس مش احنا عشان انت يعني في بيننا صلة قرابة جميلة وكده، فشاهد الناس، الناس شاهدوا ان انت صنايعي. شكرك شكرك. فانت كمان عينك زايغه؟ لا بطلت يا حرمت خلاص. لا يعني انت قلت دلوقتي ان الناس عينيها زايغه. فانت كمان كصنايعي بتحس بايه وانت بتفكر تعمل حته كده حاجه كده، وانت انا مش عارف امسك لك ماسكه، يعني بتكتب شعر حلو وبتكتب سيناريو حلو وبتكتب مقالات، حتى كتاباتك على الفيسبوك وتويتر يعني بتبقى بديعه الحقيقه. هقول حضرتك انا كصنايعي بيشتغل كاتب في مصر، انا كنت اتمنى ان انا ما اكونش مضطر اعمل اي حاجه غير ان انا اقعد على ترابيزتي الصغيره في البلكونه واكتب ككاتب، لكن زي اي كاتب في مصر عنده سجاده كده شرقيه كده ومكتب صغير كده وكرسي صغير كده، هو بانسان يعني بسيط لابعد حد، وبعدين كل حاجه بيستعملها فيها الريحه بتاعتها، يعني فيها كولونيا 3-5. فانا زي اي كاتب مصر بضطر اشتغل حاجات تانية، جزء منها شغل يعني علشان اصرف على انا بحبه، يبقى عندي مساحه ان انا اكتب براحتي، عندي مساحة اني ابقى سابق الالتزامات اللي عليا والمسؤوليات اللي عليا. فبشتغل حاجات كتير يعني الكاتب بره في اوروبا او في اي دولة متقدمة شوية مش مطلوب منه غير انه هو يقعد يكتب، يطلع كتابه اخر السنة او كل سنتين ويقدمه للناشر او للوكيل بتاعه، والناشر بيتحرك او الوكيل بيتحرك في حفلات توقيع وقراءات وترجمة وإيرادات وفلوس دولارات ويني واسترليني وكل خلاص. حتة في العالم. لكن أنا وغيري يعني بنشتغل صحافة، بنكتب مقالات، لو في فرصة نعمل برنامج راديو بنعملها. بس يعني بس أنا عايز استوقف الحتة دي، أنت بتكتب مقالات مهمة يعني مش مقالات شغل، يعني أيوه. مش مقالات واحد بيلقط يعني رزقه. كتابة المقالات دي جزء من فكرة أكل العيش مر، لأن كتابة المقال دي كويس. يعني كتابة المقالات دي برضو صعبة حلوة ومرهقة وتخليك طول الوقت لازم تبقى بتشوف وبتذاكر وبتعرف إيه اللي بيحصل علشان تعرف تطلع. لا والجملة تكتب إزاي وتتظبط إزاي بالزبط. والحاجات عايزة الوقت زوايا وحاجات صعبة، عايزة مقصات كتير. يعني أنت تقصص بنفسك قبل ما لازم تروح لمحمد أبو المكارم كتير يعمل لك تقص الجلد بتاعه ده. فده جزء من الصنعة، إنه يعني هو الحمد لله إن الواحد برضه لازال بياكل عيش جوه نفس المجال ونفس الميدان، نفس صنعتك، نفس صنعتي يعني. لكن كنت اتمنى ان انا اكثف كل اللي اقدر اعمله في كتاب. ايه بقى انت بتقول ما بحبش اكتب روايات ولا بحبها، بس بقراها كده لزوم ال ايوه لزوم اللي مش عارف ايه، لا بلزوم عشان شغلي لازم اقرا اشوف شغل. اللي بيحصل يعني ازاي ما بتحبش الادب الروايه؟ لا مش ما بحبش طبعا، لا هي حاجه فن عظيم طبعا، بس انا يعني مش ذوقي يعني مش ذوقي في الكتابه، مش في القرايه. يعني بحس ان انا عندي حاجات اسرع واكتر وقاح اسرع من ان هي تتعمل في روايه، يعني عندي حاجه عايز اعملها اكتر من ان انا اقعد احكي حكايه. يمكن احكي الحكايه دي شويه قدام، لانك لما بتحكي حكايات مدفره صغننه كده بتبقى حاجه. ايوه انا بتاع الصغننه، فلو دخلت في الكبير برضو. طب سينما وتلفزيون وكتابه
وسؤال التقليدي يعني انت عرفته طبعا ايهما احب الى قلبك كلهم اولادي لا انا 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 الكتابه انا الحقيقه كل الحاجات اللي بشتغلها بره الورقه والقلم يعني بحمد ربنا اولا ان هي متاحه ليا ان هي برضو لسه بشتغلها ككاتب يعني بتكتب في مصر اليوم بتكتب أيوة في الاهرام ايوه ف يعني لكن القعده بالورقه والقلم هي بالنسبه لي هي الموضوع ده مزاجك اه هي دي الحكايه مش بقى لا كمبيوتر لا تكتب بالورقه والقلم اقعد بالورقه والقلم ومفيش حد مستنيني ومفيش حد عايز مني حاجه ومفيش معيد تسليم ومفيش عربون شغل انت واخده لازم تلتزم بيه ومفيش ميعاد حلقه على الهواء لا انا الورقه والقلم لما بتبقى ما فيهاش مدير بتبقى الكتابه في منتهى المتعه اتخلقت من غير مدير بصراحه اه الحقيقه فاول ما يبقى اول ما بيخش المدير اتخلقت الكلمه اتخلقت حره لما بتبقى شغل بقى بتبقى صعبه يعني بس بتعملها يا عمر اه طبعا ما اكل العيش مر بس اه ومتصالح مع الحكايه لا جدا جدا بس مستني اللحظه اللي تتخلص فيها من الشق ده اه يعني بتمنى انه تتمتع بحريتك كامله اتمنى ان انا اوصل للنقطه اللي انا ما بقاش مضطر اعمل فيها اي حاجه غير ان اصحى الصبح اعمل قهوتي واقعد بقى اشوف ربنا هيبعت ايه النهارده يتحط على ورق يعني طيب انت دايما تقول ان انا بس يعني بقعد استنى الافكار بس يعني هل الافكار بتيجي للكاتب اللي انت انت عندك ميزه يعني ربنا يديم عليك انك بتتمتع ب مش حول خلق لكن بتتمتع باستدعاء افكار قد تكون قدامنا بس ما نقدرش نشوفها ازاي الواحد بيستدعي ده يا عمر يعني هل من القراءات الكتيره هل من انك انت تقعد لوحده مع نفسك هادي كده هل يعني هل من تاثير ان انت كان ليك اساتذه كبار على راسهم الاستاذ الكاتبه الكبيره سناء البيسي لان انت عملت حاجات في نص الدنيا وقتها كانت نص الدنيا كانت مجله وما زالت مجله كبيره كل حاجه لكن حصل المجله دي يعني كلنا اتجننا منها لا انا من حسن حظي ان انا اشتغلت مع استاذ سناء البيسي مش يعني مش من حسن حظي يعني هي لو ما كانتش هي كان ممكن ابقى بعمل حاجه تانية عشان سناء البيسي مش بس كاتبه عظيمه هي استاذه ايوه طبعا بتلقط اللي عندهم مواهب وبتديهم فرص يعني هي يعني هي نموذج المعلم يعني ف اللي بيلقط انت بتعرف تعمل ايه كويس ويشغلك فيه يعني انا لحد ما اشتغلت معاها انا ما اعرفش انا ممكن اعمل ايه كويس لكن هي تبقى عارفه هي عرفت هي عرفت فتزقك في حته وفي طريقه تفكير وفي طريقه كتابه وكمل انت بقى فانا من ساعه ما هي زقتني وانا مكمل بالزقه بتاعتها يعني. طب نرجع للحظات الخلق عند المبدع هو اللي انا مؤمن بيه انه اللي بيشتغل في الكتابه وده ميزه وعيب الميزه انه لازم يكون الرادار عنده مفتوح طول الوقت مش ساعه الكتابه بس لا من ساعه ما يفتح عينه والرادار مفتوح بيلقط الافكار ويقدر يشوف الكتابه في اي حاجه بتعدي عليه يعني يقدر يشوف الكتابه اللي انا ممكن ما اشوفوش انا ماشي في الشارع ما هو ده انا ما ده بقى ده فرق الكاتب خلي بالكوا انا كاتب برضو المفروض يعني بس هو متجاهل الحكايه دي خالص هو الكاتب المفروض ان هو يوري القارئ اللي هو مش يعني يفرجه تاني على اللي هو شايفه فده دي شغلانه الكاتب ده اللي يفرق الكاتب عن اي حد انه انت مش مهم انت باصص ازاي المهم انت شايف ايه يعني ايه اللي انت شايفه وبتجي لك افكار ساعات تحس انه ما ينفعش اكتبها في الظروف دي بتعمل لي مشاكل بتجي لك كتير والله بتجي لي وساعات بنتصر عليها وساعات هي بتنتصر عليا يعني في اوقات انا ما بعرفش اعمل نفسي مش واخد بالي واحيانا لما تبقى الظروف فيها مشق شويه صحيح يعني بيعرف الكاتب يعني يتلاعب بالالفاظ طبعا ده افضل ما يسكت طبعا ولا يسكت افضل لا ليها سكه لازم ليها سكه لازم تلاقي سكه طبعا طبعا لا يعني مش كويس ان الواحد يسكت لا خيار اللي مش التلاعب خيار اللي هو الجمل اللي تفهم منها يعني ولو ان اقول لحضرتك على حاجه يعني ممكن يكون الصمت احيانا انك تاخد جنب طبعا مهم ممكن يكون ده مهم وممكن يكون افضل من انك انت تتكلم بالباطل يعني لا باطل لا يعني الواخد يعني اللي صامت واخد جنب ده انا بحترم نظرته للامر وبقدر وجهه نظري لا باس طبعا لكن انا بحب ايه العبها زي ما اتعلمناها من كل اساتذتنا قبل كده من اول عبد الله نديم وبيرم التونسي لحد اساتذه كل حاجه قالوا كل حاجه باللطافه وبالهدوء وعاشت وعدت يعني
ففي احيانا حاجات اليمين ويقول يمين وبيرم التونسي يعني بيرم التونسي ده يعني فالناس دي اسستنا في الموضوع ده انك انت ربنا مديك يعني شويه فن صغيرين ازاي تعرف تعجن بيهم الفكره اللي عندك وتطلعها وتبقى قلت اللي قلته من غير ما تكون منفر او من غير ما تكون مؤذي او من غير ما تكون مراهق او جعجاع يعني ازاي تقول اللي عندك بالفن او على راي الفيلم يعني كله بالحنيه بيفك صحيح كله بالحنيه فلما بتقول حاجه بالمحبه وباللطافه بتوصل وبتبقى الحمد لله قلتها عرفت تقولها يعني وده تحس فيه بنشوه الكاتب سعاده الكاتب انه الكلمه اللي عايز يقولها هو الكاتب اكتر حاجه تفطسه انه تقف هنا يفطس يفطس يعني ولو كتمها المره الجايه لما هيجي يكتب هيخش على الكتابه مكسور مش يعني مش حلو المواطنين اللي انت بتشوفهم اكتر مني لان انت بتتجول في الشارع يعني منطلق يعني وقلت عنهم تعبيرات دلوقتي دقيقه جدا واظن انها مهمه يعني اللي ماشي يتلفت واللي متوتر واللي مشدود ازاي يجب ان احنا وانت اعلامي برضو يعني انا بحبش كلمه اعلامي دي اصلي بس يعني انت بتعمل حاجات في الاذاعه برنامج مهم جدا في الاذاعه صناعيه مصر وبتعمل عملت تلفزيون وبتعد حاجات تلفزيون دلوقتي تفتكر وانت احساسك بالناس يعني عالي وصادق ودقيق ايه اللي مطلوب ان احنا نعمله النهارده اصل المطلوب دي ليها مستويات كتير يا ريس يعني مش يعني انا عايز مستواك انت على مستوى يعني انت بتحسه انت مش احنا الناس كلها عمر طاهر لحد حاسس انه بيعمل حاجه مهمه ايه يعني ازاي نخاطب الناس في وسط اللي انت شايفه اللي انا ما اقدرش اقول تفاصيله عشان مش عايزين نشوف اللي هو اللي انت شايفه ازاي تكون مخاطبة الناس اولا يعني الواحد بيعتبرها ان هي ايه مساحه ارض وفي حرب عليها فاي سنتيمتر واحد بيكسبه جوه الارض دي مكسب فاولا الواحد يكسب سنتي 5 سنتي جوه الارض دي ويخش يقول حاجه تنفع الناس تنفع وجدان الناس تنفع عقلهم تنفع طريقه تفكيرهم ان شاء الله حتى تخليه يقلق او يتوتر ويعيد افكاره يبص لنفسه من مره تانية كل حاجه تشتغل على البني ادم وتشتغل على نظره البني ادم للامور وعلى طريقه تفكيره وعلى انه ازاي ما يبقاش يعني منسحق مع اي تيارات او اي حد ماسك دماغه بيتكلم فيها وخلاص ومصدق وبغبغانات بيقول اي كلام كل الحاجات اللي تقاوم التفاصيل دي تتعمل كل واحد في المربع بتاعه ان شاء الله بقول حضرتك يكون يعني واخد سنتيمتر هل دي بما يسمى عند بعض الناس يقول لك انا رسالتي كذا 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 ولا دي انت بس كده يعني هي دي اللي انت حاببها شغلانتك اللي بتحبها ولا انت عندك رساله عايزه يعني وانت صغير كنت عايز تطلع تقول رساله للناس لا وانا صغير انا لحد ما اشتغلت كاتب ما كنتش عارف انا عايز اطلع ايه يعني كويس. لحد ما ما اتثبت بالكتابه ما كنتش اعرف يعني لكن يعني بحمد ربنا خفت دلوقتي انا كنت مش لغايه دلوقتي مش عارف انا عايز اطلع ايه انت بتعملها يعني لكن انا بحمد ربنا انه ربنا صرفها لي يعني صرف لي الحته دي تبقى هي مصدر رزقي وهي اكل ومزاجك في نفس الوقت ومزاجي يعني دي الشغل كبيرة. اللي انت حبيتها دي نعمه كبيره ان تبقى الشغل اللي انا بحبها هي اكل عيشي دي من نعم ربنا علينا عشان كده طول الوقت لما بسمع جمله زي الجمل اللي هي بتاعت اعمل ما تحب حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب دي بتجنن ولا لقيت حد مصدقها بقول له ارجوك ما تعملش كده يعني ما كنتش تعمل ما تحب دلوقتي وانت في كامل لياقتك الذهنيه والصحيه والثقافيه هتعمله امتى؟ طب والناس كلها بتعمل اللي ما بتحبوش يا استاذ عمر معلش هتروح فين؟ هي بالخناق تتاخد بالخناق فانصب فان لذيذ العيش في النصب لكن عايز تقعد وتستقر وتروح الشغل الصبح وتروح الساعه 2 ويومك خلص تمام ده اختيارك برضو ما فيهوش صح وغلط يعني بس عندك حلم ما تفضلش كاشش منه يعني الكشاشان من الحلم ده بيسرق الوقت وبيسرق الاعصاب وبيحاول الوقت الواحد بالوقت لحد حاسس انه كان عندي الفرصه وضيعتها فدي كلها تراكمات بتضر البني ادم طيب وانا بختم معاك اللقاء عندك ابيات شعر كتبتها عن الحلم فاكر المشهد الرائع اللي عمله نجمنا الكبير عادل امام في اللعب مع الكبار شريف عرفه والكاتب الكبير وحيد حامد انا احلى ايوه حسن بهنسي بهلول اللي انت المناسبه اللي انت بتقوله لازم الناس تحلم فعلا لازم طبعا
وإلا تموت. الحقيقة يا ريس يعني أنا الحلم اللي عندي إنه مش كاتب حاجة شعر. لا أنا مش يعني مش حضراني يمكن دلوقتي. طيب يعني. معلش. بس أنا عندي حلم إنه إنه أنا يعني هتكلم عن نفسي إن أنا أفضل طول الوقت عامل حساب للناس واللي ينفع الناس واللي يفرق مع إنسانيتهم واللي يفرق مع لحظتهم اللي هم عايشينها واللي يفرق مع نظرتهم للدنيا واللي يفرق مع تستيف الأفكار في مخهم يعني. فطول الوقت أنا عندي حلم إنه أنا أو غيري أو أي حد عنده أي مساحة يقدر يشغلها في المنطقة دي في منطقة تخدم الإنسانية كل الحاجات بعد كده هتتفك. أو زي ما قال عبد الرحيم منصور يهمني الإنسان لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك مكانك كل التفاصيل دي يهمني الإنسان. فأنت لو اشتغلت على الإنسان أنا أعتقد إنه ده مفتاح يعني ده مفتاح جميل وختام جميل. أنت تشتغل على الإنسان وده يشتغل على الإنسان والإنسان يشتغل على الإنسان نبقى بني آدمين. أيوه بس أمال إحنا إيه؟ بس ما تقولش بقى. طيب اعمل باي باي لكوكا و... وبطة ولا كوكا وبطة إيه؟ كوكا ولولا. كوكا ولولا. أستاذ عمر أنا بشكرك جدا. أنا بشكر حضرتك. وبسألك سؤال أخير وأنت تقوله للكاميرا وبعدين هم يمشوا بقى. أوكي. ده الحلم اللي أنت بتحلم بيه للحياة. أيوه. حلمك أنت الشخصي اللي أنت قلت لي عايز أقعد وأكتب. هل في حلم تاني بيراودك بعد ما انت حصل لك يعني سنين مش قليله انت مشهور ونجم وكتاباتك مقروءه هل عندك انت حلم شخصي تحب تقوله؟ والله عندي حلم ليه علاقه ب ب ب بصناعيه مصر برضو. انا لسه عندي طويله ومليانه اسامي كتيره جدا بس في عندنا في البلد ازمه في الارشيف وفي التوثيق وفي مشكله ان طول الوقت الارشفه والتوثيق في مصر شغالين على اللي مشهورين فعلا يعني كله بيشتغل على نجيب محفوظ وبيراكم في نجيب محفوظ وفي عبد الوهاب وفي كل الناس. فانا عندي مشكله فعلا في طريقه الارشفه وفي توثيق تفاصيل واسامي وحياه ناس مهمه في مصر. فاتمنى انه يبقى في نظره جديده لارشفه وكتابه التاريخ نظره نوعيه مش نظره بالجمله او بالكلمه. طب قلت لك شخصيه وده سؤالي الاخير بقى تمشي بيعديها جمعه بعد اجابه الاستاذ عمر تصبح على خير. شخصيه تحب تكتب عنها فيلم قولها وباي باي بقى. شخصيه احب اكتب عنها فيلم غيري طبعا. والله الكاميرا فين؟ بص هو الاستوديو مليان كاميرات. اوكي. انا عايز اكتب فيلم الحقيقه وفعلا طول الوقت بلم ماده عنه عن ال 100 يوم الحصار بتوع السويس. ال 100 يوم حصار بتوع السويس بعد اكتوبر لو كان حصار السويس ده اسرائيل نجحت فيه ما كانش يبقى في حاجه اسمها 6 اكتوبر وما كانش يبقى في حاجه انتصار. خساره اخويا كان فيه. فال100 يوم بتوع حصار السويس دول انتصار عظيم جدا وعندنا نفس وزي ما احنا برضو طول الوقت بنوثق 6 اكتوبر مش بنوثق ال100 يوم دول. انا نفسي ال100 يوم الحصار دول اعملهم اي حاجه فيلم مسلسل حلقات لان هم يعني حته عليها القيمه. صحيح. حته عليها القيمه من تاريخ مصر على كل المستويات. وكان دايب فيها الجيش في الشعب في الستات في طبعاً السودانيين طبعاً. في الخواجات في بلد عايشه 100 يوم على 20 شوال دقيق وبير ميه وكانت بتعمل بتوزع العيش على الناس رغيف واحد يوم الاحد ورغيف يوم الثلاث. ف100 يوم مليانين تاريخ ان شاء الله اتمنى اشتغل عليهم واتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله. تصبحوا على خير.